ابوك لا هذا هو هون يشيل بهالدنيا. وانا شكو عندي بالدنيا غير تماضر؟ تماضر حياتي الملعونة حلوة 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 وتستاهل كل شيء. لازم اشتري لها كل شوم لعينها لازم. اخ 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 بس مني الفلوس انعى الابل. دقيقة 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 اكسر حجرة مصطفى واخذ احسن شي بيها. ذاك الوقت شو يسوي مصطفى؟ خلي يسوي. منو قال له انزل بحوشي بلا رضاتي؟ باكر باكر عيوني تماضر باكر كنتار وشرباية ونفا. بس يكون تنام مرت ابويا ولك دنامي من نامت عليك طابوقه. الليله جمعه ولازم تنام من وقت. ولك ولك دنامي دنامي. شيل امومني شيل امومني روحي لابت من العصر لي هسه. لو عندنا يا كان من زمان طلع من ايش وقت من خلصنا الشاي. خش بالحجره والغطه غطه. شلون؟ لو اجى حسين وعرف مصطفى هناك ايش راح يقول؟ والصبح لا شافوا جواري يمه ايش راح يحجون علي؟ ايش راح يقولون؟ عيني مصطفى يا ابا مصطفى اطلع مصطفى اطلع اطلع مصطفى. شواهدني شواهدني نص ما بعد ربع مط. أقوم على كيفي وفك الباب أطلع. ما أطلع اللي هي تجي تفك الباب. إذا جدي فكت الباب أقول لها أقول لها كلام جاي جفاتي والدنيا ليها وكلها لا تقيم علي القيام. ويلي خادي خادي فدوا اخوان ما خسرت ساعتين. انت ما تقول لي تفاول عليا مو بعد اللي انت علي ما خسرتها. زين عاد قول لي بيت ساعه الله يخليك. عشرة لك انت اطلع. هذا هو اطلع. لا ما اطلع اخاف اطلع وشوفني سكران والله يا علي كل لو زينة. لا ما اطلع. شلون شلون هسه حسين على جاي اليوم ينصب لي عزا هو بلا كل شيء يوم ويوم عيوني بحوش ابوه. هالنوبه يجي ويلقى رجال غريب بايت عندي بالبيت. عبالك انا رايد سيبه اشو اجى العصر والشاي بيده. يعني ما قلت تفضل يابا اقعد اشرب لك استكان شاي وقعد وسوالف جرت سوالف عبالك ذلبه ونفكت وخش من الحجرة وبعد ما طلع منها. شلون سليمة خاتون سليمة خاتون سليمة خاتون. سليمة خاتون هاي مو سكرة بس شوية خضراء وعطشان وجوعان. سكر راح يكفيك شهرين. سكر
سكر مال انجليز، شاي مال انجليز، ويسكي مال انجليز، وقول الانجليز مو خوش وعدم. هادي هادي فدوه، لسه ما خسرت ساعتك. هاي تشرحي فرا وياك اليوم احتيال الك ما بموصلني دازي غارو. الله يخليه يقول لي بس ساعه. انا لله وانا اليه راجعون. ايده كلها فطنه. ساعه بالعشره. ضيقه اليوم راح اخذ سهرانه للصبح. هذا شلون قهر؟ خاف نصك وخاف منهم. الخاتم القرآن مرتي بلاكت وين ينام؟ فراش وبطانية والشهر دي بعد هذا شلون قهر؟ هسا يتلج من البرد، هسا يتوجع، شلون؟ شلون؟ ايه هالايام ما يجيني ويده فارغ والشاي هو يبعد يسولي في نفسي اللي هو والدنيا كلها. اي الرجال الرجال شمعة بالبيت. شلون هسه يسالف من البلد هسه يتوجع الدول عليه السليمة؟ شلون تخليه نايم على قاعد هالبرد؟ شلون تخليه يتوجع؟ اوديه للحاف. يمه شلون اخش عليه القبة؟ هي اروح؟ لو ما اروح مصطفى واخذ احسن شي بيها. إما لا هادي. إما لا. هذا هو اليوم راح اول سهرانه للصبح. يا حلو يا ابو السدارة مسيمك تسوي بشارة مسيمك تسوي يا يمه اجا حسين. خوش صار يومي بس يراد الجيس خلي بيه الغراب. كيس
الغراض احسن شيء. وين القفل؟ عجايب الظهر كان هنا قفل، وين صار؟ ياتي سليم احنا نروح له.
هلا بك. والله بتزعل نسمية. ليش تزعل؟ اتغار. تعرفني على من جاي. دردين الصدوق. أنا جاي على مودك. فدوة إلك أقطع لك البستان كلها. زعلتي؟ خافتي خالة نشمية. لا تخافي. جر إيدك. ليش باردة؟ باردة. دفي. فلوسك سليمة. شوهدني وصدقت برح حومي وربع وطيت من اصبع وطعي الدينار. شوهدني من طيح الله حظك مصطفى. شوهدني. وين الجيهم دول؟ وين الجيهم؟ الكلب حلف الف يمين يقدر يسوي كل شيء. كل شيء. ايه ما تقول؟ ابو فاهم فاهم. خمس خمس اليوم شاف داود افدي. اي والله ابو سبع وين شفته؟ قل له يا ابو والله اليوم ظهر بقراج عامل. اه اي والله. شو يسوي بقراج عامل؟ يعني فين راح يمشي العامل؟ بكلب وفلوسي. يا فلوس. اضل بس 7 دنانير. لا والله والله. دقاي وراح يجي مصطفى. الجار ما عندك سند اقبض صوابك بالنفس. اجيك للبيت. هلا بابو ابراهيم. شو ما بينت؟ يا باش اجيك بطلوني. هاي شنو ذول ايش قد مبطلين؟ اوه وايد. هسه كل المعسكرات فارغت. هذا بالوشاش واليم السكك والبصالحيه راح يطلعوا من بغداد بعد شلهم بينا. زين يا ابا زين لعب. عبر فلوسي الخمس دنانير. ابو ابراهيم ترى اني هوايه خجلان منك. لا يا ابا لين تخجل حسبه ما صارت فلوس ترجع لي شكو بيها.
مو هي على مود الفلوس. شنو القوانين الجديدة؟ الفلوس انصرفت. شنو شنو؟ بيا فرود هذا؟ هاليوم مرتي جابت جاهزة. اي ومرتك تجيب فلوس الناس؟ يعني ما ناكرها عليك. لا والله عايز تنكرها علي. احسبها زين عليك. أول ما أشتغل أعطيك إياها. بابا يا دين، وش وقت تشتغل؟ ورا ما يطلعوا الإنجليز يبقى شغل؟ ليش لعب؟ قابل إحنا عايشين عليهم؟ دلع على أبوهم. اسكت. اسكت يا بسكت. فوق منطوق سيارة وقعدوا فور ستيرين. هسه وين هي؟ الصبح كانت عندي سيارة، والظهر جاني مستر جوني يهز بكرشة. شكل ماكو سيارة نو وانتهت الحفلة. خزاني ايش علي؟ عم تجذبني. اعطيني فلوسي. ومنين اجيب لك؟ تعال دور. ها ما املك غير هذا الربع دينار وجد ازقنا بعرقني. واي مرتي كل يوم بطنها العلوها. بدي اجودها منها العاده ما اقدر. ما عندي مانع. تريد الشاهد شهود؟ اني مستعد. بس الفلوس انصرفت يا مصطفى. بابا روح اشتري بعقلك حلاوه. الله ويدك، شوف لي مشتري. شو اقول لك طه؟ لا تعطلني تراني وراي شغل. شلون؟ وراي شغل. هيا شغل. انت راح تبعد انت تحدادي مثلي. لا تتجسر علي. لا اتجسر عليك، بس الفلوس انصرفت عجايب. زين بابا زين زين. ويلكم فيها بالخمس دنانير. مالك كان يبايقها. زين اخويا زين. امضي لكم فياله واني الممنون. ابو ابراهيم نسيت من رخصتك. السلام عليكم. لا يلا غالي. خمس دنانير. اذا طه المؤدب العاقل كالفلوس علي. زين شو راح حصل السبع دنانير من داوود؟ والخمسة من مرحومي. يعني فلوس راحت؟ يعني 17 دينار راحت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاي بوجه من مصبوح؟ بوجه من؟ هاي ركبت حصان كبيرة. من رقصني الحصان أول مرة صعدني شاب وقوي بس هسه. وجه من انصبوح. شغل راحت فلوس السليمة. راح هري نصيب تاجر. تاجر بيعار. يا تاجر يا تاجر تاجر تاجر. شكله بالطول عمرك تركض والعشا خباس. لا ظل متهجول وما تدري باكر اكو فلوس غدا لو لا. والله لا ظل طرق هالفنطرون. طرق هالفنطرون. كل شيء راح. الانجليز راحوا. من كان يصدق الانجليز يطلعون؟ من كان يصدق؟ انا مالين الدنيا والشوارع. حس مرهون ابو قنبوره كان يقول الانجليز ونخوه سليمه الخبازه جول الدنيا بيوم واحد. من كان يصدق؟ هذاي راح يبقون اليوم القيامه ومن يرحون ياخذوني وياهم. شي في دروح وياه. راح اظل هنا. اظل هنا ويجوع. ويجوع ويجوع ويجوع.
إذا بطلاني الإنجليز لوش دا أجي؟ غير تجي تقول دعبر الفلوس الخمسة دنانير. يا فلوس؟ عسك رعاد. الفلوس بجيب العروس. شوف راح حومي لا تصير أدبسيز. ترى الفلوس لخلصها مني يعني قابل أني بايقها شنو ما في القانون؟ قانون؟ لا أكو دنبق. إيه هسا بتفهمني. سكران ولا تداهرني راح حومي. لا سكران ولا هم يحزنون. يا ثاني بايقها الفلوس؟ لا شنو ما بالله مال تعب كتف مال حلال. اسكت ولا كلمة زايدة لا تحكي. أوي فززتني. امشي لك امشي. رحومي لا تعذبني. تريد اقول لحمزه المفتش ايش كنت تسوي؟ رحومي. واقول له تخلي هو القشر؟ ايش تصيح؟ جرم قصقص. لا انت سكران كلش ما تحب عليك يجوز منك؟ من ساعة سودة شورطني شورطني شاقول هالسليمة الخبازة فلوس تشراحت ويا روحت الانجليز راح اظل هنا أظل هنا أظل ويا سليم الخبازة سليم الخبازة سليم الخبازة كنز سليم الخبازة بيدها الصنعة والله يعلم كم دينارك وجوا راسك Thank you.
ساعات ما يكفي. اي مصطفى يقول عنده شربك مال انجليز. شو تقولي له اجيبه وتشربه ويا الكعك؟ ما احسن من هيك شربت ويا الكعك اطيب من الشاي. خيرية يا با هذا شلون شربت؟ هذا شربت من العال اصلي. انا معلم على فك البطول. اسالي ولدي قبل ما ينقلون ولي الرجل العتيق كان كل اسبوع النبطل. يعني هذا شلون شربت اصلي؟ شلون بطل صار مهود؟ بالعافيه عيني ان شاء الله بالعافيه. اذا انا شفته نسيت. نسيت افك البطل المدير العتيق كله ما صار له شهرين من النقل. بلاك انت تعرف شلون افكه. خلتك ترد يلا. ايه يعني هاي شلون ريحه؟ شربت اصلي ما مغشوش باوعه عبالك تيفون. بالعافيه بالعافيه. يزيد فضلك ان شاء الله يوم اللي جيت الولد. سلمك. امين امين. الله يسلمك. لا 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 عمارك دول. دار عبالك دول. انت ومعلمين عجبك. Thank you.
مهجون. انت عيني اميره وانت تسواهن، انتوا بعدكم احتياطات مثل الورد. نظيفة بس. سليمة الخبازة أخذت رجال. هي هاي ماشيمة مع القديمة تخوض وتخربط. يا أم حسين شربي شربة لا تبكين، شربي شربة. شربة مال الخلطة. ولك هذا عرس. عرس، لك يا عرس. عرس مال انجليز. ليش آني؟ ما عرفت حمادي وجعان وراح يموت كله من ورا العرس. حمادي ولك حمادي ابو سنان للكسر. من جاني الضعف، كنت طارد مثل الحصان. دخل وحس الضعف يروح منك. ما ادري ما
شلون راح اطيب وانت ما تاكل لقمتين؟ ما اقدر اكل. صاحب نزلنا مصرف. نزلنا درهم. اوف الله عليك. اوف الله عليك. اوف الله عليك. يصير زين. ابوي شكلك يصير زين. الله كريم. هما راح يظل وجعان للتالي. كل شيء يتعدل. كل شيء ينفرج. كل شيء يصير زين. ما راح تبقى الدنيا هيج. باكر. باكر ما نشوف الا الباب تندق واصيح من مكاني منو بالباب؟ اسمع فد واحد يقول اني فارس الفرسان واطلع واشوف قدامي فارس حلو وجهه نوراني راكب على فرس شهبه نظيفه تلمعلج عبالك نازله من السماء. اقول له شو تريد عيني؟ يقول لي من عندكم محتاج؟ اقول له احنا عيني احنا الشايف صار شهر نايم بالفراق. يقول لي قوموا. اقول له وين عيني؟ يقول لي قوموا لموا غرابكم وتحولوا البيت جديد. الشايف يقدر يمشي؟ اقول له عيني وشلون نعيش من غير شغل؟ يقول لي ماكو خبز من غير شغل. اقول له ايه عيني ايه انا قوية واقدر اشتغل من الصبح للمغرب بس اعطيني شغل. ونقوم ونشيل غرامنا ونتحول البيت جديد ما بي رطوبة. المن ناخذ ويانا؟ ناخذ الخوش اوادم ويانا. ناخذ فتحية ام الباقلة حرمة مسكينة نقعت لنا قرص يا الخبز وما اخذت فلوس. وناخذ المقرود مرهونة ابو قنبورة منو عنده بالدنيا. ناخذ كل الفقرة الحوش كبير كبير وحجرة هواية. ناخذهم وناخذ كل الناس الطيبين. مشتهي حصانك. يا حصانك شر يا حمادي. حصان اشده بعربانك وخليه يسرح بكيفك. تدرين شلون مزيقه السمعين؟ وانت قاعده على السكم ليه؟ فرش مبيدك ومنين ما تجرين الحصان يجي وياك.
هذه يا مره هالشكل. انت تروح وتجي على المريه، المريه تحبل وتجيب وتربي، والداري رجلها الوجعان، وانت عندك الحصان احسن منه. رديفه لا تغثيني وتغثين نفسك، قلبي محروق على حصان وعربانه. انا ايش عندي بالدنيا؟ واني اني احسن لو الحصان. رديفه ما ادري ايش اقول ياهو الاحسن. لو تقولي لي انت احسن لو السياره، اقول لك انت تسوين مليون سياره شوفر ليتو عنتر ناس. بس بالحصان متحير وما ادري ايش اقول لك. رديفه لا تنقهري، عمري كله قضيته ويا الحصونه. قبل ما اتزوج كان الحصان ديني واماني، ومن ان تغير كنت اركض ورا الحصونه. ابويا كان مشاري الحصان بني ادم رديفه، والسياره حديد. سمعتي فد يوم واحد سحق حصان، الحصان حياتي رديفه. اوفش ولكم هل تشم ريحه حصان؟ اشقد داريتك؟ لازم تداريني رديفه. انت مرتي. انا يا حمادي اشوف صار لك شهر نايم بالفراش، ما شفت اجا حصان ودارك. ما يخالف رديفه، الحصان خمود اختار. الحصان زمرد رديفه. ايابا الدنيا شكت حلوه. ايابا ابن الحجيه، ابن الحجيه. ماكو، لازم قاعد ينطر فالسابقه مثل حصان العجز. كل شي تبدل، كل شي تغير. زمان سليمة الخبازة الزوجة مرهون ابو قنبورة قاعد ينطر سابقات، والطالة انبات وصارت معمل. أنا أبقى أسميش طالة للأبد، ولك أنت طالة. عمالي الحمد لله على السلامة. قمت إن شاء الله من الفراش؟ لو بيك صح وبي. أنا أخوك. على كيفك. يا زقار. أنا ما عدت صح وبي. على كيفك. ما عدت. احكي لي صح وبي داد. احكي لي شكو ماكو بالدنيا. يا بشكو. البارحة نور السعيد على الحرب على دول المحور. وراح يفتح جبهة على بحر مرمرة. ايه ونسميها جبهة تشلح وعبر فسد. السلام عليكم. هلا بمرهون. هلا بمرهون. هلا بأخويا. شلونك مرهون؟ الحمد لله. انت شلونك؟ انا مسناية على بحتك. مسناية. احكي لي مرهون، اشو مرايح مثل كل يوم؟ جال بعد ما يدور سابقات. ماكو فايدة حمادي، الطولة كانت ساترة علينا. مرهون هاي انت تروح وترجع الطولة، الطولة انباعت وصارت معمل. وحال سليمة هم راح ينباع. لو على بختك صاحبي. اي والله مصطفى يقول غير. راح يبيع لاصحاب المعمل. دمتم ب 400 دينار. حمادي الدنيا خلوت. الطول انباعت، لو سليم الخباز انباعت، النخل راح تنقلب. مرهون لا تبكي، مرهون لا تبكي، لا تبكي. مرهون لا تنمرض، مرهون لا تنمرض. ايش ما المرض يا حماد، ايش ما المرض؟ ايمر خبزة الراس. اركض ورا الخبزة، اركض وراها، لا تصل قاعد بعد الجامع، اركض. تدرون تدروني قديش اشبه العمر؟ اشبه الفدر طويل طويل طويل، وبين مشيت كل كم ساعه ارميه في خبز
طاسة مي. بني آدم لازم ياكل لقوته ويمشي حتى لما يوصل لرغيف الله يكون تو جوعان وهم ياكل لقمته وهم يمشي وعلى هالديدان ما يجوع بس من يوقف يجوع ويمكن يفطر وبني آدم بني آدم من هو شباب يركض لو يمشي ويوصل لرغيف الخبز وهو بعد ما جوعان أتلس بير أتلس بني آدم من يكبر يقوم ما يقدر يركض يجوع قبل ما يوصل يجوع وهو نص الدرب وراه يجوع وهو ربع الدرب بعدين يوقع ذيك الوقعه ما يقوم من وراها هيك ناس دنياتهم كلها ركف بس مو كل الناس هيك يا حمادي كل الناس تركض صحوبي بس اكو ناس عنا اكو ناس تركض على يديها ورجليها واكو ناس تقعد بعربانة من هاي الزينة ويجروها زوج خيل هم من هاي الزينة وياكلون اشكال ارناك هذول المحتشمين محتشمين هم بعدكم تحجون على المحتشمين يا محتشمين ذول ظلوا محتشمين راحة ويا مدير رجل العتيق شفت السواو بيه نقلوه من فراش عند المدير للورا شلون يخونون الواحد شقد داراهو وشقد تعب عليهم وكان مقبح ويا الكل على موتهم تالي ما تالي السواو بيه نقلوه للأوراق ويا الزبيل صار قللوا معاشه لو سوون الفراش اشو كان فراش ويظل فراش لا عين صحوبي انت عاقل وتفتهم فراش عن فراش فرق شنو هو الفرق صحوبي وكو ناس تركض ورا عربانة المحتشمين ركض الخيل مسلوقه مثلهم حتى يوصلون لرغيف الخبز بس هم مش عبالهم هم قاعدين بعربانة المحتشمين قد عربانتي بعدك لسه ما مشيت ولش عربانتي احسن اقلها قاعد عالسكمني مال عربانة مو دا يركض ورا عربانة المحتشمين عاد بعد لو تموت ما تشوف بعينك عربانة ولش اموت ما اموت بالقيد